جلد النمر وطريقة إكثاره. طبعا هذا النبات يكون سهل الإكثار لكن بطيء النمو، يعني العقلة تكون بطيئة النمو. طريقة إكثاره تكون طبعا طريقتين هي الإكثاره، الأولى بالتفصيص والثانية بالورق، وإن شاء الله هسه راح أشوفكم شلون تكاثروا. نجي لأول طريقة اللي هي بالتفصيص. مثلا عندكم مثل هاي النبتة، تستخرجوها من السندانة، تجي تختار لك ساق معين، نفس هسه هذا راح اختاره، تفصلها كل هدوء. والحلو بهذا النبات يعني لا تخاف عليه، انه حتى اذا جذوره تكسرت ما عليه شيء. بعدها نجيب سندانة، التربة المستخدمة تقدر تستخدم بس بتموس او تقدر تستخدم الرمل العادي، يعني هذا الزميج، او بتموس ورمل خلط، بس يفضل ان تستخدم بتموس. تخلي العقلة تضغط بهذا الشكل. حاليا صارت عندنا نبتة مكتملة. انتظرون ان شاء الله على المقطع الثاني، راح انزل لكم طريقة اكثارها بالورق.